هناك بعض العلامات التي قد تكون دالة على أن نوع الجنين صبي. من هذه العلامات ما يلي: نمو البطن من الجهة السفلية مع اتجاه الأرض أو نحو الأمام، التوحم على الأطعمة المالحة والمخللات، قلة العصبية عند الأم، شعور الأم ببرودة في القدمين بشكل يختلف عن السابق، سرعة ضربات نبض الجنين أقل من 140 نبضة في الدقيقة الواحدة، شعور الأم بحركة نشطة للجنين إذا كان مظهر الأم جميلا ومشرقا، إذا كان ثدي الأم الأيمن أكبر من الأيسر، إذا كان هناك نمو لشعر الساقين عند الأم بشكل أسرع من السابق، إذا شعرت الأم برغبة في النوم على جهة اليسار، إذا كان هناك جفاف لبشرة الأم بشكل أكبر من السابق، إذا كان لون البول عند الأم أصفر وغامق. قد يدل أيضا تساقط الشعر وبهتان لونه على أن نوع الجنين صبي. ومن أهم العلامات الدالة على أن نوع الجنين بنت ما يلي: إذا كان شكل البطن ينمو للأعلى وبشكل دائري وكبير مع بروز واضح في المؤخرة، إذا كان هناك شعور بحركة قليلة للجنين، إذا كانت سرعة نبضات الجنين أكثر من 140 نبضة في الدقيقة الواحدة، إذا فقدت الأم جمالها أثناء الحمل، إذا كان حجم الثدي الأيمن أصغر من الأيسر، إذا شعرت الأم في هذه الحالة بنعومة في بشرتها، إذا كان هناك زيادة في العصبية والمزاج السيء عند الأم، إذا كان لون البول عند الأم أصفر وفاتح، إذا حدث الغثيان الصباحي عند الأم طيلة الأشهر الأولى من الحمل، إذا ازداد لمعان الشعر عند الأم بشكل أكبر من السابق. وأخيرا، وعلى الرغم من أن هذه العلامات قد تكون صحيحة عند العديد من الأمهات، إلا أنه قد لا تثبت صحتها عند الأخريات من النساء، تبقى هذه العلامات مجرد احتمالات تساعد على التنبؤ بنوع الجنين.